يعني نبلش بمحاضرة اليوم حبايب، نبلش بمحاضرة اليوم. محاضرة اليوم هي إعادة، محاضرة اليوم هي إعادة للمحاضرة السابقة، لأنه بعض الطلبة عندهم بعض النقاط مو واضحة. محاضرة اليوم تتناول موضوع البود بلوت. موضوع البود بلوت شنو البود بلوت؟ البود بلوت حبايب، احنا اخذنا بالمحاضرات السابقة قلنا اكو انواع من الانبوت يدخلوها للنظام ويستحصلون الاوتبوت على مود يدرسوه. خدنا الستيب انبوت، الامبلس انبوت، الرام انبوت، وقلنا الساينسويدال انبوت، الموجه اللي على شكل ساين نخليها بعدين. هذا الموضوع، خلي اعطي موافقه بس لحظه. هذا الموضوع البود بلوت هو يتناول موضوع انه اذا دخلت للنظام اشاره ساينسويدال اللي هي هاي امامكم اللي تشوفوها على شكل ساين، شلون راح يصير الخرج، شلون راح يصير خرج النظام. طبعا اذا دخلت اشاره على شكل ساين للنظام راح تكون الخرج هم ثاني على شكل ساين، بس شنو مختلف الفيز والامبليتيود. يعني الامبليتيود هذا الارتفاع، اذا تشوفون هذا الارتفاع مال هاي الموجه ساين، هنا الارتفاع يختلف. والفيز انجل راح يتشفت. هم خلنا بس لحظه، خلنا نعطي موافقه. نعم زين. طبعا هذا هم مثال امامكم. احنا ما راح نركز بهالمحاضره على الرياضيات بقدر ما راح نركز على انه شلون ترسمون البود بلوت بيدكم، سكتش باي هاند. هذا المثال امامكم، لو تشوفون الاشاره الزرقاء، تشوفون الاشاره الزرقاء الموجه ساين، هذا الانبوت، هذا النظام دخلنا له انبوت موجه ساين. هذا الخط الازرق تشوفوا شلون يذبذب. الاوتبوت مالته الخط الاحمر، تشوفون الامبليتيود اختلفت. طبعا حسب هذا المثال قلت، اكو مثال اخر تزداد. والفيز شفت، تشوفون الانجل انه هاي الزاويه زحفت شويه، هذا التردد مالت الواي يختلف عن تردد الانبوت. هاي الفكره. زين خلينا ناخذ، خلينا نقول توضيح اكثر، خلينا ناخذ توضيح اكثر. خلينا اوريكم اكو فيديو نافذه. زين اكو مقطع فيديو حاب اراويكم اياه عيني حبايب. طلاب الفيديو ظاهر امامكم هذا المقطع؟ خلينا نقول اي دكتور واضح. نعم زين. لو تلاحظون عندنا بهذا الشكل، موافق. لو تلاحظون بهذا الشكل بالاعلى تشوفون عندنا اكو ماس وتتحرك على، خلينا نقول على رولرز، او على خلينا نقول باي فريكشن، ومربوطه بسبرنج، واكو هاي اليو. تشوفون اليو، هذا اليو يمثل الانبوت للنظام، تشوفون اي لو دخلت اشاره باليو موجه ساين ماشي لهذا النظام، الموجه مالتي بتردد يختلف، يبدي من تردد بطيء وهالدور يبدي يزداد. واضح عيني؟ ركزوا وياي حبايب، التردد اللي دي ادخله يبدي بتردد بطيء وبعدين يزداد تدريجيا. هذا شنو التردد؟ الاوميجا، الفريكونسي. الامبليتيود ثابته، هاي شنو؟ هاي باليو. وراح اراقب اسجل شنو الواي، ايش راح تطلع السنتر مالت الماس، هاي الكتله ايش راح تطلع، وراح اسجلها اثنيناتهم اليو والواي. شوفوا امامكم حبايب، شوف بالبدايه كانت التردد بطيء، تشوفون التردد بطيء، والكتله تقريبا تتبع التردد، بس لما ازداد قام يزداد التردد. لو تشوفون الكيرفات بالاسفل، اكو عندنا شنو كيرفين، كيرفيليو اللي هو بالاحمر، واضح يعني، او بالوردي، وكيرف الاوتبوت اللي هو الواي. تشوفون بالبدايه بالتردد البطيء اثنيناتهم نفس الشيء تقريبا، الامبليتيود والفيز. تشوفون اول هانش ثاني هانش، بس بعدين لما شويه تردد، طبعا كل ما دا نمشي لليمين تردد دا يزداد.
يشوفون الاوتبوت بدا يزداد، الاوتبوت بدا يزداد، واضح عيني؟ الاوتبوت بدا يزداد. في حين الانبوت بعده شنو الامبليتيود مالته ثابته، بس الفريكونسي دا يزداد مات الانبوت. دا تشوفون لو استمرينا، شو دا يصير؟ واضح حبايب؟ ايش صار عندي؟ شنو فلسفة الموضوع؟ ايش صار عندي؟ انه هذا النظام، شوفوا هذا النظام، اذا دخلت له اشارة بالترددات البطيئة، تشوفون بالبداية الماوس، تشوفوه حبايب عيني، الماوس واضحة امامكم؟ نعم، الترددات البطيئة، بالترددات البطيئه هذا النظام، انه الانبوت والاوتبوت الامبليتيود مالته تقريبا نفس الشيء، واضح عيني؟ والفيز مال تشبيههم تقريبا نفس الشيء، بس لما شويه نمشي، لنزود التردد، النظام بدا يضخم لي الاشاره، الداخله هاي اليو بدا يضخمها، تشوفون كل ما يوصل هنا بدات تزداد تضخم، الى ان وصلنا لهذا التردد. طبعا كنا نشوف هذا التردد ايش قد، وصلنا لهذا التردد الاشاره وصلت اعظم شيء، ضخم لي الاشاره هنا بهذا التردد. اذا استمرينا زودنا التردد النظام ايش بي بدا يقل التضخيم، لما نصل لهنا تبقى يصير نفس الشيء، يعني الانبوت والاوتبوت الامبليتيود نفس الشيء. لو نستمر نزود الفريكونسي، نستمر عند هاي الفريكونسي، النظام بدا ايش بي يسوي دامبنج للامبليتيود، وياي دي يخفض الامبليتيود، احنا دا ندخله، تشوف الامبليتيود هذا الحمراء، في حين النظام ايش بي دا يسوي دامبنج للامبليتيود، بيضعفها الاشاره. فاستنتج عيني اني بالترددات البطيئه هذا النظام بالترددات البطيئه ايش بي تقريبا نفس الشيء بالنسبه للامبليتيود، بالترددات هاي اللي تبدا من هنا لهنا النظام يبدي يضخم لي الاشاره، بالترددات اللي تبدا من هنا لهذا لهي النقطه النظام ايش بي يسوي دامبنج المن للامبليتيود. بالنسبه هذا بالنسبه للامبليتيود. بالنسبه للفيز تشوفون بالبدايه هم كذلك الفيز كان مطابق، بس لو تلاحظون هنا تشوفون بعدين صار فيز شيفت، واضح يعني صار فيز شيفت، النظام زحف الفيز مالته، الفيز انجل مالته زحفت. خليني اراويكم النتيجه على البود بلوت ايش راح يصير. خلنا نسوي شيرنج اخر للنافذه. هذا البود بلوت مالت النظام حبايب، شوفوا عيني النظام بالبدايه، واضحه، الصوره حبايب عيني؟ نعم دكتور واضحه. بالبدايه تشوفون هذا الخط الازرق، طبعا فوق الرسم مالت الامبليتيود وجوه الرسم مالت الفيز. بالبدايه النظام الانبوت والاوتبوت مالته نفس الشيء، تشوفون مطيك واحد، يعني شنو نسبه الانبوت الى نسبه الاوتبوت نفس الشيء واحد. لما زودنا الفريكونسي بدا النظام شنو يكبر لي الموجه، واضح عيني؟ اذا تذكرون الفيديو، طبعا انا ما اقدر اسوي شيرنج للفيديو وللصوره نفس في ان واحد، واذا تردون هسه شوي اعيد الفيديو. الى ان وصلنا لهذا التردد، تشوفون هذا التردد هنا، هاي الاوميجا، طبعا شوفوها بالفريكونسي هنا ايش قد، تقريبا اعلى فريكونسي 1. خلينا نقول 2.22، فاعلى امبليتيود تضخيم، للاشاره تقريبا بهذا الفريكونسي، واضح يعني؟ لما وصلنا للفريكونسي هذا هنا تقريبا اعطاني اعلى تضخيم، واضح يعني؟ اعلى تضخيم اللي هو خلينا نقول، خليني ارجع للفيديو على مود تتضح الصورة أكثر، اللي هي وين بيا نقطة، اللي هي هاي النقطة حبايب، تشوفون هاي النقطة أعلى تضخيم، هاي النقطة واضح عيني، اللي هي تقريبا طلعت بوينت 1.2 تقريبا 1.2. وإذا بديت أستمر أزود الفريكونسي النظام ايش بي يبدأ يقلل لي شنو، يسوي لي دامبنج المند الامبليتيود،
يسوي لي دامبنج للامبليتيود. وين هالصورة؟ هاي الصورة، واضح عيني؟ هذا بالنسبة، هذا بالنسبة عيني للامبليتيود. كذلك الفيز بالبداية عيني، شان عندنا ماكو فيز شيفت مطابقات الإشارتين، ولما زودنا الفريكونسي بدأ فيز شيفت، قامت إشارة تتخلف عن إشارة بنا زاوية 50، وصلنا لها التردد زاوية 100 وكسر، إلى أن وصلنا تقريبا فيز شيفت 180 بالأخير. بيشوفون هنا عيني تقريبا بال 180، يعني شنو؟ أنا أدخل إنبوت الماس عندها أوتبوت، أدخل أوتبوت، يعني العفو، أدخل خلينا نقول قمة الماس عندها قعر، أدخل قعر يعني وياي الماس راح يصير عندها قمة، صار شفت 180 درجة. فواضحة عيني فلسفة البود بلوت، أنه شدي يعطيني صورة عن النظام هذا الماجنتيود والفيز، الماجنتيود والفيز. واضحة الفكرة عيني، الفكرة العامة هاي الفكرة، فلسفة الموضوع واضحة. أكو واحد عنده إشكال، عنده سؤال بيها؟ واضح دكتور، واضحة عيني، واضحة دكتور أستاذ. لطيف لطيف، الحمد لله. إحنا شنو غرضنا بهاي المحاضرة؟ طبعًا هذا الكيرف اللي تشوفه أمامكم، هذا الكيرف مرسوم بالماتلاب. طبعًا أكو ماتلاب، أكو ماثماتيكا، أكو برامج ترسم لك هواي. إحنا همنا وغرضنا إنه شلون نرسم ذني الكيرفات الماجنتيود والفيز باليد، نحاول نقربهم ذني الكيرفات. إحنا نحاول نسوين خطوط، واضح يعني؟ ذني كيرفات إحنا نحاول نسوين خطوط، هاي كل ما هنالك بالأمر. زين شلون نسوي الخطوط؟ اكو شنو؟ اكو قواعد ورول لازم نتبعها، وخلينا نشوفها بالمحاضره. طبعا هذا الحش الرياضي، خلينا نقول ما بي، خلينا نقول اشكال. احنا نريد نتعلم شلون نرسم بالنيتشه الماجنتيود والفيز باليد. زين الرسم المفروض يصير على ورق لوغاريتمي، ورق لوغاريتمي، لوغاريتم عشري. بدي تشوفون تقسيمات وتعرفون التقسيمات. لو تشوفون امامكم انه احنا شو نسوي، يقول لك انت كل رسم، كل ترانسفير فانكشن هي بها اجزاء، بها جزء جين، بها جزء بول، بها جزء زيرو. فانت شو تسوي؟ احفظ الاليمنت، يعني ذني خلينا نقول الطابوق مع الجدار، احفظ ذني الاليمنت، وبعدين اي نظام راح يجيك فانت عزله، اعزل البول، اعزل عن اعزل الزيرو، اعزل الجين، وكل وحده ارسمها على كتر وبعدين اجمعها. وهسه راح تتضح عندنا شلون راح نجمعها. ولذلك خلينا ناخذ هسه حاليا حاليا هسه مثلا يقول لك لو كان عندي ترانسفير فانكشن اللي هي جين خاليه، هاي جي، لو عندك ترانسفير فانكشن جي تساوي لي رقم خلينا نقول 10. طبعا بهذا المثال معطيك اياها قيمته 10، واضح يعني 10 20 100 5 5 ونص 6 ونص. المهم انت عندك ترانسفير فانكشن رقم، فمعلومه انه الترانسفير، اذا كانت عندك ترانسفير فانكشن رقم الماجنتيود مالته هو خط افقي، خط افقي. ايش قد قيمه الخط الافقي؟ 20 لوج هذا الرقم الكونستانت. بالمناسبه هذا لوج عشري، لوج عشري، ولذلك لوج العشرة هنا ايش قد؟ واحد. لوج ال100 ايش قد؟ تعرفوها اثنين على عدد الاصفار. لوج الثلاثة شقد؟ ألف، واضح يعني؟ لوج الأربعة شقد؟ 10,000. كذلك بما أنه هنا عندك 10، لوج العشرة شقد؟ واحد. فقيمت هذا الكير قيمت 20 لوج العشرة، 20 لوج العشرة يعني 20 في واحد، فإذا قيمته واحد. وبذلك أنت إذا عندك رقم هنا تروح ترسم لي بالماجنتيود خط أفقي عند هاي القيمة 20 لوج العشرة، تروح ترسم هنا 20 لوج 10. طبعا بهذا المثال 10، احتمال تجيك 5، احتمال تجيك 1.5، احتمال تجيك 100، واضح يعني حبايب؟ فانت تاخذ هذا الرقم اللي معطيك اياه، تاخذ له لوج وتضربه في 20، يطلع عندك رقم، وتروح ترسم خط افقي، واضح يعني؟ الفيز مات هذا الكونستانت هو صفر، تروح ترسم خط افقي بالصفر، واضح يعني؟ تروح ترسم خط افقي بالصفر. فاذا عندك كونستانت داله كونستانت، الماجنتيود مالتها هذا ترسمه على شكل، والفيز مالتها ايش قد؟ صفر. اكو واحد عنده اشكال بهاي النقطه؟ حبايب اكو واحد عنده اشكال؟ واضح، واضح،
نجي اذا كانت عندي الترانسفير فانكشن هي عباره عن خلينا نقول يصحوا له ديفرنشيتر اللي هو خلينا نقول بس اس، واضح يعني اللي هو بالبوست اس بالبوست، اما يصحوا له زيرو او شنو ديفرنشيتر. يقول لك يابا اذا كان عندك الداله الترانسفير فانكشن هي عباره عن ديفرنشيتر اس واحد، شو تسوي؟ تروح هنا تشوفون هذا الصفر وهذا الصفر، تروح من هنا ترسم لي خط مائل للاعلى. ايش قد الميلان مالته؟ 20 يصح موجب 20، طبعا موجب لانه للاعلى، موجب 20 دي بي، طبعا هذا وحداته بالديسيبل، لاني هذا وحداته بالديسيبل، دي بي ديسيبل. على ديكيد، شنو الديكيد؟ هاي المسافه، هذني المسافات باعهن مال اللوج يسحونها ديكيد. هاي من 10 اس 0 الى 10 اس 1 هذا ديكيد، من 10 اس 1 الى 10 اس 2 ديكيد، من 10 اس سالب. وبذلك انت ترسم لي خط مائل للاعلى، الميلان ما تشقد 20 لكل ديكيد. شلون 20 لكل؟ نشوف هذا الخط، هذا الديكيد قطعه ايش قد ارتفع من 0 الى 20، ارتفع منه من 0 الى 20، فهذا خط مائل للاعلى. قيمته خلي اعطي موافقه يعني، قيمته ايش قد حبايب؟ ميلانه موجب 20 دي بي لكل ديكيد. زين الفيز مالته ايش قد؟ يقولون يابا هذا الفيز مالته موجب 90، شوف موجب 90، ترسم خط افقي على 90، موجب 90. زين اذا كان بالمقلوب، اذا كان عندي واحد على اس، تشوفون هذا امامكم الشكل واحد على اس بالمقلوب، هو الحكي هم راح يصير بالمقلوب، انه انت تروح لهذا هاي النقطه صفر بصفر 10 صفر يعني انها واحد، ماشي يعني، ترسم لي خط مائل للاسفل ماينس 20 دي بي لكل ديكيد. هنا ترسم لي هذا ديكيد، شوف القطعه ديكيد نزل 20، شوفوا يعني، ترسم لي خط مائل ماينس 20 دي بي لكل ديكيد، والفيز مالته سالب 90. هناك كان عندي شنو الفيز؟ موجب 90، هنا انا شنو؟ سالب 90. واضح يعني؟ اكو واحد عنده اشكال لهالنقطه، استعدنا هذا الدفرنشيتر والانتجريتر اللي هي الزيرو والبول، اكو واحد عنده اشكال شلون نرسمهن حبايب؟ بس لا ان شاء الله واضح، ان شاء الله واضحه وسهله، ان شاء الله ان شاء الله. زين كل ما هنالك، اذا هذا واحد على اس، اذا صار اس تربيع ضاعفهن، يعني ضاعفهن، بس هذا كان ينزل بسالب 20 قام ينزل شنو؟ سالب 40. الفيز كان سالب 90 هنا قام صار سالب 180. واضح يعني؟ هذا هنا والواحد على اس مو كنا ننزله نازل الميلان مالته بسالب 20 دي بي لكل ديكيد، اذا كان واحد على اس تربيع ينزل شنو؟ سالب 40 دي بي لكل ديكيد. تشوفون الناس نزل تقريبا سالب 40 لكل ديكيد. الفيز انجل ما تشقد، هنا كان سالب 90 هنا صار سالب 180. طبعا هسه نفس الشيء بالنسبه لنا انا للاس، اذا كان اس تربيع ايش راح يصير؟ راح يصير هذا يرتفع للاعلى بموجب 40، وهنا ايش قد راح يصير الزاويه مالته؟ 180. واذا كان على كيوب زودها، هنا صار سالب 60، هنا ايش قد صار؟ زود لي بعد هم سالب 90. زين نجي خلينا نقول اول خطوه برسم الترانسفير فانكشن، اللي اذا احنا خلينا نقول الطابوق، واضح يعني؟ نجي هنا هاي داله مركبه، هاي داله اكزامبل 1، هاي داله مركبه سلايد 11. يقول يابا اريد ترسم لي البود بلوت لهاي الترانسفير فانكشن، شوفوها بالاحمر اللي هي 10 على اس. فانت شو تسوي يعني؟ دائما لما تجيك داله روح فصخها، اول ما تجي تقول يابا هاي ال 10 على اس هي عباره عن دالتين، اول داله قيمتها 10 وثاني داله شنو؟ 1 على اس. زين انت تعرف رسم ال10 اللي هي كونستانت، وتعرف رسم شنو؟ ال1 على اس. فتجي تسوي خطوط وهميه خفيفه، طبعا عيني حبايب بالامتحان بالواجب تسوي خطوط وهميه خفيفه، ذني الطابوق اللي هن خلينا نقول اجزاء العمل، سويهن بخطوط خفيفه، طبعا وضحهن، لانه التدريس يريد يشوفهن انت مسويهن صحيح يا خطا، وضحهن يعني يكون واضحات مو ما يبينه، على مود اتهم لا تشتبه بعدين بالجمع، بعدين الجمع مالتهم طوخه. هسه اراويكم شلون. احنا هسه شنو؟ هاي الداله متكونه من دالتين اللي هي 10 وداله شنو؟ 1 على اس. ال10 احنا اخذناها قلنا يابا كونستانت، طبعا هسه هذا المثال 10 احتمال غير رقم. قلنا الكونستانت شنو؟ هو عباره عن الماجنتيود مالته، خط افقي بقيمه شنو؟ 20 لوج هذا الرقم. والفيز مالته بالصفر. فاروح انا ارسم خط وهمي منقط خفيف 20 لوج ال10 ايش قد؟ لوج ال10 قلنا واحد، في 20 تطلع 20، اروح بال20 هذا ال20 تشوفون، طبعا انا هنا مسويها بالازرق، هذا هم الخط بالازرق على متفاق. ف
ده بالعشرين ارسم خط افقي منقط خفيف قيمته 20، واضح يعني 20 دي بي. زين الفيز مالتها ايش قد؟ صفر. ارسم بالصفر خطها منقط خفيف على الصفر. فانا هسه كملت رسم شنو الماجنتيود الفيز الهاي الداله، واضح يعني؟ كملت رسم الماجنتيود الفيز الهاي الداله. اروح للداله الثانيه اللي هي واحد على اس، هم كذلك اروح ارسم هنا. انا الواحد على اس عندي شنو خذته هنا؟ أنا هذا الواحد على اس انه ارسم خط ماج بالماجنتيود خط مائل للاسفل بميلان ماينس 20 دي بي لكل ديكيد، والفيز ما تشقد سالب 90. اروح ارسم هنا أنا عيني، اروح هذا الواحد اللي شوفه من الواحد ارسم شنو خط مايل بسالب 20 للاسفل لكل ديكيد، واضح عيني؟ واروح بال 90 ارسم خط مائل بسالب 90، العفو بسالب 90 ارسم خط مائل. طبعا حبايب المفروض الرسم على ورق لوغاريتمي. احيانا انت تقدر يعني خلينا نقول تقريبيا تخطط ورقتك بتقسيمات انت تقدر تقيمها. يعني مثلا انت تقدر انه تجيب ورقه وتقول يابا جر خط هنا، تقول هذا يابا العشرة اس سالب واحد، جر خط هنا تقول هذا عشرة اس صفر، تقول جر خط هنا تقول هذا، وتقدر ذني انت من يمك تقدرها. هذا شنو اذا كنت انت متوازي وخلينا نقول ما عندك هذا ورق بياني. اذا عندك ورق بياني يعني كل شيء حبذ ورق بياني على مود الرسم مالتك يطلع جيد. بالامتحان ان شاء الله راح نجهزكم ورق بياني، واضح يعني؟ بس يعني كمعلومه يعني احيانا انت تريد على السرعه مثلا ترسم ما عندك ورق بياني، تقدر انه انت تخطط ورقتك على شكل ورق بياني. نرجع للمثال عيني. فانا رسمت الاليمنت مالت منه الماجنتيود والفيز مالت هاي الداله العشره اللي هي هذا الخط الازرق وهذا الخط الازرق، ورسمت الماجنتيود والفيز الهاي الداله اللي هي واحد على اس اللي تشوفوه امامكم. زين النتيجه شنو؟ النتيجه انا اريد البرود بلوت الى هاي الداله كامله 10 على اس. كل ما هنالك اجمعهن عيني حبايب، بس اجمعهن هذا الخط الازرق والخط الاخضر اجمعه. نجي للماجنتيود تشوفون انه يابا اكو خط عندي مائل واكو خط قيمته خلينا نقول 20 على الكل بينضاف على الكل، فاجمعهن. فانت اما تجمع هذا وهذا او تجمع هذا وهذا، فكانما هذا الخط المائل انضافت له على طوله انضافت له قيمه هاي 20 دي بي، كانما زحف للاعلى شنو 20 دي بي. وبذلك النتيجه النهائيه الماجنتيود بلوت الهاي الداله هو هذا الخط الاحمر اللي تشوفوه. بس واحد يقول لي يابا هاي هذا ايش قد فرقها؟ هاي انه تبقى تخمين عيني حبايب، يعني مثلا لان احنا دا نرسم باليد، يعني اذا تخمنها انه هاي من صفر الى 20 دا تشوفها تقريبا يعني رفلي مثل السنتيمتر، فتجي هنا تضيف تقريبا سنتيمتر ترفعها بسنتيمتر، واضح عيني؟ فانت وخلينا نقول وتقديرك بس شنو خي يجي مقارب ليجي خلينا نقول فتشي نشاز او كذا، يعني مو هاي المسافه تقريبا سنتيمتر والتراسم 2 سنتيمتر او 3 او هي سنتيمتر التراسم اللي خلينا نقول 2 ملم، واضح عين؟ زين هنا انا هم نضيفهم، عندنا خط بالصفر وخط بالسالب 90، فلذلك الصفر كل شيء ما راح يضيف، فيبقى عندي النتيجه بالسالب 90 هو خط افقي الاحمر. ونتيجه ذني اضافتهم انه الماجنتيود بلوت والفيز بلوت لهذا الدائره الداله اللي 10 على اس هو هذا الخط الاحمر، هذا الماجنتيود وهذا الخط الاحمر اللي هو شنو الفيز. حبايب اكو اشكال او واحد ما مفتهم اي خطوه من خطوات رسم هذا المثال حبايب؟ طلابنا حبايب واضحه يعني؟ واضحه ان شاء الله الجميع واضحه؟ واضحه ان شاء الله استاذ. ان شاء الله. نجي مثال اخر بدنا نشوفه تقريبا مشابه يعني، مثال اخر داله اللي هي بوينت واحد على اس، اجي افسخ اقول يابا هي عباره عن بوينت واحد ومضروبه شنو في واحد على اس. الواحد على اس اعرف رسمها، هذا رسمته، هذا الماجنتيود، هذا الفيز. البوينت واحد 20 لوج بوينت واحد، بوينت واحد اللوج مالته شنو سالب واحد، 20 في سالب واحد سالب 20 تطلع سالب 20 رحم الله والديك عاشت ايدك حبيبي، تطلع سالب 20 هذا الخط. بس هناك كان عندنا شنو جمعناهن مو، وهذا هم نجمعهن، بس هناك شنو ضافت لي هذا الخط الازرق الاخضر زحف للاعلى شنو بهالقيمه. هسه هنا ايش بيه؟ راح ينزل للاسفل بهالقيمه. كل ما انا جمعته هذا الخط الازرق اجمعه ويا الخط الاخضر، جمعته ويا الخط الازرق، وبذلك طلعت النتيجه عندي هذا الخط الاحمر.
وكذلك الفيز هم كذلك، شنو جمعت هذا ابو الصفر ويا سالب 90 بقى عندي بس سالب 90. عمليه ترى سهله وبسيطه وحلوه يعني انترستنج. واضح عيني؟ نجي يعني اذا اكو مثال اكو دوال هذا ذني بسيطات تشوفون ترانسفير فانكشن بسيطات. اذا كان عندي ترانسفير فانكشن بهذا الشكل تشوفوا هذا مثال 3 سلايد 13 مثال 3 سلايد 13. الدالة شو تساوي لي 100 على اس زائد 30. طلاب دائما دائما لما تجي ترانسفير فانكشن هيك خلينا نقول يعني خلينا نقول شبه معقده، طبعا الصراحه ناخذ امثله معقده اكثر. حاول تكتب لي ترانسفير فانكشن هالشكل، يعني اريد ان شكو اس اريد جواها رقم وتنجمع ويا واحد. واضح عيني؟ حاول ذني انت بعمليه رياضيه انه هاي شنو اس على 30، اضرب الاس في 30 وقسمها على 30 واسحب ال 30. واضح عيني؟ سحبت ال 30. المهم اني اريد شكو اس مقسومه على رقم ومجموعه ويا واحد. واضح عيني؟ هسه واحد ليش يقول لي يابا ليش هاي العمليه؟ هسه اراويك ليش هاي العمليه. واضحه الفكره عيني هسه؟ خلينا نطلع موافقه. واضحه استاذ. واضح. واضحه دكتور. واضح. عاشت اليكم. زين لما رسمتها لما كتبتها عيني العفو بهذا الشكل، لما كتبتها بهذا الشكل راح تتضح عندي شغلات. اول شغله تتضح انه هذا الكونستانت قبل شويه اللي فسخناه هذا مو قلنا كونستانت، هذا الكونستانت كان هيدن بهاي العمليه كان مضموم. خلينا نقول واضح يعني ما واضح عندي بهاي العمليه لما سويتها طلع عندي هذا الكونستانت قيمته ايش قد 3.3. واضح يعني هسه انا اول ما كنت اقدر اقول يابا الكونستانت عندي 100. واضح يعني بهاي الطريقه ما اقدر اقول الكونستانت عندي 100. بهاي الطريقه اقدر اقول شنو استنتج انه الكونستانت 3 ب 3، اخذ هاي ال 3 ب 3 اضربها شنو 20 لوج 3 ب 3. واضح عيني؟ يلا اقدر استخدمها. زين هنا عندي بالمقام اس على شنو على 30 زائد 1. هناك كان عندي شنو الواحد على اس، تشوفون واحد على اس. الاس هذا الاس اللي هنا بهذا الدوال بهالامثله هذا يصيحوا له شنو؟ يبدي بالاوريجن يعني خلينا نقول عنده الصفر، ولذلك واحنا ولذلك رسمناه وين بالصفر تشوفون رسمناه بالصفر والواحد. هذا هم ماتني الاس بالبسط شنو قيمته هم رسمناه بالصفر والواحد. ما مجموع ويا رقم ما يبدا من الفريكونسي. هنا هذا الاس اللي مجموع ويا رقم احنا نحاول نكتبه بهالشكل، هذا يبدا من فريكونسي محدد اللي هنا بهالمثال قيمته 30. واضح عيني؟ يبدا من فريكونسي محدد قيمته 30. شلون من فريكونسي محدد قيمته 30؟ هسه اراويكم. وبذلك هسه انا هاي الداله، هاي الداله بها شغلتين لما بعد ما عدت كتابتها، بعد ما عدت كتابتها بهالشكل صار عندي بها شغلتين، بها هذا الكونستانت 3.3 تشوفون الكونستانت 3.3 اللي هو انا المفروض اروح اخذ له شنو؟ اخذ له 20 لوج 3.3، 20 لوج 3.3 تطلع 10.4 دي بي تشوفون انا مكتوبه 10.4 دي بي. زين وعندي بول، البول يبدا من من؟ يبدا من فريكونسي 30. هاي ال 30 هي تقول لك بدايه عمليه بدايه وجود البول، عمليه بدايه وجود البول. نجي خلي الرسم. نجي اول شيء خلينا نرسم عيني شنو الكونستانت، الكونستانت شنو؟ قلنا بالماجنتيود، بالماجنتيود شنو؟ 20 لوج 3.3 ايش قد طلعت؟ 10.4. نجي هذا تشوفون هذا الخط السماوي سهل ساين سماوي اللي هو ازرق فاتح، اروح ال 10.4 تقريبا منها صفر لنا 20 تقريبا 10.4 هنا ارسم خط منقط خفيف، خط منقط خفيف اقول يابا هذا يمثل لي الماجنتيود مالت الكونستانت 3.3. طبعا يا حبذا طلاب تكتبون يمه هنا عيني واضح لما ترسم تشوفون هسه هذا كاتب لك هاي الملاحظات انتم كتبوا او جر خط هنا أنا وضح قول يابا هذا الماجنتيود مالت ال 10 الكونستانت 3.3. زين الفيز مالت ايش قد؟ صفر. تروح ترسم لي بالصفر خط، خط بالصفر اروح ارسم خط بالصفر كل ما هنالك فرسه خلصت من من؟ من الكونستانت، خلصت من الكونستانت قلت يابا رسمت الماجنتيود مالته ورسمت شنو الفيز مالت. نجي للبول، عندك بول اللي هو شنو؟ قلنا اس بالمقام، اس بالمقام، بس هنا الاس يبدا عندي من من؟ من فريكونسي 30 حبايب. هاي ال 30 تقول لك وين يبدا البول. فانت شو تسوي حبايب؟ تروح ترسم نقاط بالصفر. واضح عيني؟ بالصفر ترسم نقاط نقاط الى ان توصل فريكونسي 30. وين فريكونسي 30؟
بدي تشوفون هاي 10 اس 1 ايش قد؟ 10 اس 1 يعني 10. 10 اس 2 ايش قد؟ يعني 100. يعني هاي 10 هاي 20 هاي 30 واضح عيني؟ هاي 40 اذا يكون النقاط فاذا وين 30؟ اذا هاي 30 بدي تشوفون. ولذلك انت ترسم لي خط منقط بالصفر كله صفر حتى قيمته صفر بال 30 بال 30 تجي البول شو يضيف لي البول؟ يضيف لي خط مائل للاسفل ايش قد؟ ب 20 دي بي لكل ديكيت سالب 20 دي بي لكل ديكيت تروح عيني هنا من ال 30 ترسم لي خط مائل للاسفل ينزل لي 20 دي بي لكل ديكيت واضح عيني؟ ترسمه وبعد كذا يوصل للاخير. المهم انت تبدي لي اياه من من؟ تبدي لي اياه من ال 30. هاي نقطة مهمة طلاب حبايب، اكو واحد ما افتهمها؟ اكو اللي هنا واحد ما افتهم انا شلون السما تسال الماجنتيود بلوت لهذا البول؟ واضحة واضحة عيني؟ واضحة استاذ ان شاء الله الجميع واضح زين. هذا بالنسبة علما بالنسبة للماجنتيود بلوت أنا رسمت شنو صارت كملت الدالتين يعني عندي دالة كونستانت ودالة شنو؟ دالة بول. هذا رسمت البول ودالة الكونستانت. بعدين شو أسوي؟ أجمعهن عيني حبايب أجمعهن. فهذا الماجنتيود بدي أشوفوه هنا خط أفقي وبعدين من هنا نزل انجمع ويا هذا المقدار بدي أشوفوه على الطول هذا الأزرق هنا ما مبين واضح يعني كله انجمع كأنما هذا الكيرف المنقط بالأسود زحف للأعلى زحف للأعلى بهالكمية. النتيجة شنو النتيجة؟ هذا الخط الوردي واضح يعني الخط الوردي اذا شوفوا انه هذا بعدين تثخنه اخر شيء النتيجة ترسمها بخط ثخين واضح واضح يعني اذا تشوفون ان هذا الخط الوردي يمشي هنا يعني من 10 يوصل لهنا لل 30 هالدور ينزل ب 20 دي بي لكل ديكيد. هذا خلصت هسه شنو؟ الماجنتيود بلوت واضح يعني خلصت الماجنتيود بلوت. بالنسبة للفيز بلوت احنا رسمنا شنو؟ انه خط افقي بالصفر هذا يمثل شنو؟ الفيز مات منه مات الكونستانت. الفيز مات الكونستانت. زين الفيز مات البول شو يساوي لي؟ احنا نرجع قلنا الفيز مات البول شنو؟ كان بالنسبة لهذا البول ات اوريجن شنو؟ كان سالب 90. هنا انا سالب 90 شلون ارسمها؟ يقول لك عيني انه انت بالنسبه للبول تروح للتردد مالته هنا قد التردد مالته بال 30 تروح هذا تجر خط واحد ميل لل 30 هذا 30 انا اريد انزل 90 سالب 90 البول شو ينزل لي؟ سالب 90 واضح عيني؟ فانت شنو قبل هاي ال 30 بديكيت انزل 45 وراها بديكيت انزل 45 واضح عيني؟ هاي نقطه مهمه عيني شباب حبايب دائما الطلاب يخطئون بها. هنا لما رسمنا الماجنتيود اروح لل 30 واضيف شنو؟ اضيف الزيرو اللي هي العفو البول اللي هو ينزل بسالب 20 دي بي لكل ديكيد. بالفيز لا تروح لل 30 عيني هنا نجر خط وهمي قبل تنزلها ب 45 ووراها تنزلها ب 45 المجموع ايش قد؟ المجموع شنو؟ 90 سالب 90 واضح عيني؟ فانت تجي هنا 30 ايش قد قبلها؟ بالثلاثه ديكيد باعتبار 30 ايش قد قبلها فد ديكيد بالثلاثه تروح هنا ترسم خط وين بالصفر افقي توصل للثلاثه تنزل لل 30 ايش قد ب 45 زين من ال 30 قدامها بديكيد ايش قد يعني لل 300 من ال 30 لل 300 من ال 30 لل 300 تنزلها بعد ايش قد هم سالب 45 المجموع كله ايش قد سالب 90 وبذلك راح يصير عندك هنا خط افقي بالثلاثة ينزل يوصل لل 300 ايش قد؟ سالب 90 هالدور يرجع خط افقي. زين تجمع هذا الخط ويا هذا الخط الازرق، الخط الازرق صفر كل شيء ماكو فيبقى نفسيته وبذلك انه هذا تخليه سميك اسمه او تثخنه على شكل هذا الخط الوردي النتيجه النهائيه. وبذلك رسمنا الماجنتيود بلود والفيز بلود الى هذا النظام. واضح حبايب شلون رسمنا الماجنتيود والفيز لهذا النظام؟ اكو واحد عنده سؤال استفسار خصوصا بالنسبه للفيز، الفيز مهم همات، اغلب الطلاب يخطئون بالفيز. اكو واحد عنده اشكال سؤال استاذ يعني ساقطها اخذ من اليسرى 45 واليمنى كذلك؟ ها طبعا نعم انت شنو تروح للتردد اللي هو ايش قد هنا انا كان 30 قبل بديكيد تنزل 45 وراه بديكيد تنزل ايش قد؟ 45
فلذلك انت شوف هنا بهذا السؤال كان عندنا شنو 30، فال 30 قبلها بديكيت ايش قد؟ يعني بالثلاثه واضح عيني؟ تنزل ب 45، من الثلاثه لل 30 تنزل ايش قد؟ 45. زين ورا 30 بديكيت ايش قد؟ 30 وراها بديكيت ايش قد؟ يعني 300. تدري هنا 10 الى 10 تنضاف 10 10 لوج، فتنزل من ال 30 لل 300 هم 45، فمجموع ايش قد؟ نازل انت 90. واضح عيني؟ نازل 90، سال يعني سالب 90. واضحه؟ واضحه عيني حبايب؟ واضح واضح دكتور. واضح. ها نعم. زين مثال اخر، مثال اخر دا تشوفون امامكم، امامكم هاي الداله، هاي الداله امامكم اللي هي 1 على اس زائد مضروبه العفو في 2 اس زائد 1. شو نسوي؟ نفسخها، نفسخها يعني. قول يابا هي عباره عن 1 على اس و1 على شنو؟ على 2 اس زائد 1. العفو، احنا قلنا شنو؟ انا ايش اريد؟ انا ايش اريد؟ اريد الداله اكتبها على شنو؟ على شكل رقم، اذا لقيت اس بالمقام اضربها على شكل شنو؟ اس على رقم زائد 1. هنا انا هنا شنو هذا؟ اس بس شنو؟ مضروب برقم زائد 1. بس لو تشوفون هاي الاثنين مو اقدر اقول يابا اس على نصف. ها حبايب كانما ماكو اشكال، ماكو اشكال، لطيف عاشت ايدك. كانما هاي الاس هي اس على نصف زائد 1، فاس على نصف كاتبه 2، وبذلك انت المفروض تكتبها اس على نصف على مود تعرف ان هذا البول يبدا من نصف. واضح يعني؟ فاجي ارسم اني عندي حاليا بول او انتجريتر يبدا من نصف، فاروح اني ارسم خط افقي واضح يعني اوصل للنصف وانزل ايش قد؟ ب 20 ديكيد للاسفل. واضح يعني؟ ماينس 20 دي بي لكل ديكيت انزله. زين الفيز ما تشقد، ايش الفيز؟ واضح يعني؟ الفيز ما تشقد، ارسم قلنا شنو؟ ارسم خط وهمي قبل بديكيد انزله ب 45 ووراء بديكيد شنو؟ انزله ب 45. شوف عيني هذا نصف 1 على 2، قبل بديكيد شو يصير؟ بوينت 1 على 2، فابدا من بوينت 1 على 2 انزل ايش قد؟ ب 45. هالدور هو شنو؟ 1 على 2، بعد بديكيت شنو؟ اضرب في 10، ضربته في صار 10 على 2 وهم نزلت شنو؟ 45، فالنتيجه ايش قد؟ سالب 90 نزلت. وبذلك انا من هذا من بوينت 1 على 2 بديت انزل الى ان وصلت ايش قد؟ لل 10 على 2 وقفت، توقفت بعدين شنو؟ رسمت شنو؟ خط افقي. زين هاي بالنسبه لهاي الداله الاولى، رسمت الماجنتيود والفيز. الداله الثانيه، الداله الثانيه هو شنو؟ اللي هو 1 على اس اللي رسمناه قبل شويه عده مرات، مرتين عندنا 1 على اس. اروح انا شنو؟ للواحد والصفر ارسم شنو؟ خط افق العفو مائل للاسفل ب 20 دي بي او شنو؟ خط بالسالب 90، خط بالسالب 90. الحل شنو الحل بعد النهايه؟ اجمعهن، اجمعهن، انتبهوا انتبهوا عيني. طبعا انا كل مثال طبعا به شغله جديده. هذا المثال المفروض نجمع الخط الازرق ويا الخط منو الاخضر. هسه عندنا شنو عندنا؟ هذا هنا قيمته ايش قد؟ صفر، من هنا لهنا شنو؟ نصف. بس من هنا لهنا شنو؟ عندي هاي القيمه، فمجموعهم شنو؟ راح يبقى خط نفس الخط الاخضر. فالنتيجه شنو؟ هذا الخط الاحمر. خط ده ينزل شنو؟ بسالب 20 لكل ديكيد الى ان يوصل للنصف. بالنصف ايش عندي؟ مجموع ذني الاثنين. هنا طلع عندي شنو؟ طلع عندي الزيرو اللي العفو البول اللي هو ده ينزل ب 20. وعندي هذا الخط الاخضر هم بينزل ب 20، فعندي خطين بينزلن ب 20 حبايب، مجموعهم شنو؟ خط ده ينزل ب 40. واضح عيني؟ مجموعهم خط ده ينزل ب 40، لانه هذا ده ينزل وهذا ده ينزل. فهنا ترسم الخط النهائي انه خط مائل للاسفل ينزل بسالب 40 لكل ديكيد. واضح عيني؟ خط ينزل بسالب 40 لكل ديكيد، هاي معلومه مهمه. هنا عيني شنو؟ إن بالنسبه للفيز عندك خط ده شوفوا يبدا بالصفر من بوينت 1 على 2 ينزل بسالب 90 الى حد 10.2 وينضاف الى بعد سالب 90. كانما عيني هذا الكيرف، بما انه هاي السالب 90 ثابته على الكل، على كل المنطقه، كانما هذا الكيرف كله زحفته للاسفل بسالب 90. ولذلك كل ما على كل شو اسوي؟ انزله، بس انزله بسالب 90. هذا كان يبدي بالصفر قام يبدي بسالب 90،
هذا تبدي بالصفر، هاي بسالب 90، هاي نزلت كلها، هاي هنا كانت تنزل ايش قد بسالب 90 بدت شنو؟ بالسالب 180. واضح عيني هذا المثال شلون رتبناه، شلون رسمناه عيني؟ اكو واحد عنده اشكال، سؤال، استفسار؟ استاذ بس ال 0.1 على 2 هاي المسافه ما اعرف ايش قد اخذها. ها عيني هاي كل ما هنالك، احنا بالمثال السابق، بالمثال السابق كان عندي اس على 30، اس على 30 لما اجيت يعني شنو يعني 30؟ البول يبدا بال 30 بالفريكونسي 30، فاجيت هنا بالماجنتيود قلت يابا بدا من ال 30. بالفيز، بالفيز لازم اني انزل 90 بس شنو؟ 45 قبلها بديكيد، 45 وراها بديكيد اخذ 45. ال 30 قبلها بديكيد راح يصير، راح يصير 3 كانما قسمتي على 10 عيني. واضح عيني؟ لا قبلها بديكيد كانما قسمتي على 10، ال 30 صارت 3 فبدا من ال 3 ينزل. زين ال 30 بعدها بديكيد كانما ضربها ب 10. واضح عيني؟ فبعدها بديكيد فلل 300 نزل، فنزلنا من ال 3 لل 300 ب 90. هنا شنو عندي؟ عندي نصف اللي هي 1 على 2. فقبلها بديكيد كانما قسمها على 10 فصارت 0.1 على 2. طبعا 0.1 على 2 يعني يصير يعني 0.0.0.0.1 نصف بوينت او بوينت او واحد يعني خلينا نقول 0.05 ماشي تقريبا 0.05. واضح يعني؟ بس انه شلون طلعها؟ انه هي 1 على 2 قسمها على 10 طلعت 0.12. فبدا من 0.1 على 2 بدا ينزل ب 45 لما وصل للنصف المفروض نزل 45. وراها ايش قد؟ بديكيد ايش سوى؟ ضربها ب 10، هاي الواحد على 2 ضربها ب 10 فطلعت شنو؟ 10 على 2. فهم رجع ينزل 45 لان وصل 10 على 2 توقف، فصار المجموع نزل شنو؟ نزل سالب 90 خلال ذني 2 ديكيد. واضحه؟ اذا مو واضحه عيد. تمام استاذ واضح. واضحه؟ زين مثال اخر، مثال اخر عيني، مثال اخر، هذا المثال اللي هو 10 في اس 10 في اس زائد 1 على 10 على اس زائد 10. كذلك عيني هم راح فصخها، قال يابا انه كانما هاي الداله، هاي الداله هي شنو عيني؟ هي عباره عن اس زائد 1 وبالمقام عندي شنو 0.1 على 10 واكو شغله خلينا نقول الاولى اللي هي تعرفها انت ال 10. واضح عيني؟ واضح عيني ال 10 او لا هو راسا خذاها قال يابا اس على 1 رتبهن، هاي كلها رتبها خلاها عباره عن شكل على دالتين اس على 1 ونا 1 على شنو؟ على 0.1 اللي هي خلينا نقول اس على 10 زائد 1. وبذلك انا على مود ارسم هاي الداله المفروض انا ارسم شنو؟ ارسم هاي وهاي. فهنا هذا شنو عندك؟ عندك زيرو بالبسط اللي هو شنو؟ اس زائد 1. يعني شنو؟ يعني عندي زيرو راح يبدا من فريكونسي ايش قد هنا جوا الاس؟ جوا 1. واضح يعني؟ وبذلك عندي زيرو يبدا بالواحد. فاروح ارسم هنا بالازرق دي تشوفون خط افقي للصفر بالواحد، هالدور عندي شنو؟ يبدا يرتفع ب 20 دي بي لكل ديكيد. واضح يعني؟ 20 دي بي لكل ديكيد بدها ترتفع للاعلى. طبعا هم خط منقط اخليه خفيف. زين هذا الثاني شنو؟ طبعا الفيز مالته ايش قد الفيز مالته؟ خلينا نجي للفيز. ارسم خط هنا وهمي ايش قد انا عندي هذا؟ هذا راح يضيف لي 90 باعتباره زيرو مو؟ شلون يضيف لي 90؟ من الواحد قبله بديكيد ووراه بديكيد. هذا الواحد شوفوه وصل لهنا قبله بديكيد يعني بوينت واحد. فارسم خط افقي من الصفر للبوينت واحد، بوينت واحد شنو؟ بدا يرتفع 45 درجه الان وصل للواحد. ورا الواحد بديكيد ايش قد؟ 10. هالدور يبدا يرتفع هم بعد 45 لل 10. وبذلك ضاف لي ايش قد؟ 90. شوف من صفر الى 90 ضاف لي من بوينت واحد الى 10 باعتبار من بوينت واحد هو قبل الواحد بديكيد وال 10 هي ورا الواحد بديكيد. واضح يعني؟ بعدين شنو؟ لما وصل لهنا توقف يعني وخلاه يبقى افقي. هذا شنو بالنسبه الاول دال. ثاني دال تشوفون واحد على شنو؟ بوينت واحد اس زائدا واحد. البوينت واحد كانما اس على 10 يعني. خلينا نعطي موافقه. البوينت واحد عيني، بوينت واحد اس هي كانما اس على 10. وبذلك انا عندي بول يبدا من ال 10. فاروح ارسم خط هذا الاخضر ده يشوفه
خط افقي بالعشره شنو بدا عندي بول يبدا بسالب 20 دي بي لكل ديكيت ينزل زين. الفيز مالته شنو الفيز؟ اروح للعشره هاي العشره اروح انزل لهنا اقول يابا قبل العشره بديكيت شنو الواحد ورا العشره بديكيت شنو 100. فمن الواحد ابدي انزل انزل 45 للعشره من الواحد للعشره نزل 45 ومن العشره للمية نزلت 45 فصار عندي نزول ايش قد 90 سالب 90 وبعدين اخلي شنو خط افقي زين. نجي نجمعهن النتيجه شنو نجمعهن يابا هنا عندنا شوف الخط الازرق والخط الاخضر ايش بيه صفاره فيبقى عندي النتيجه هم صفر يمشي هذا خط الاحمر بالصفر. وصلنا لهنا انا من عندي طلع عندي طلع الزيرو اللي دا يصعد يشوفون دا يصعد هذا الخط الازرق فذلك النتيجه بدات عندي تصعد فاصعد وياه هذا دا يشوفون الخط الاحمر بدا يصعد 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 وصلت لهنا. لما وصلت هنا انا بس ايش عندي صار عندي عندي هذا دا يصعد ب 20 وعندي شنو عندي هذا البول بدا شنو ينزل ب 20 فصعود ب 20 ونزول ب 20 النتيجه صفر وبذلك راح يصير عندي النتيجه شنو خط افقي. فهذا شنو الخط الاحمر صعد صعد هنا أنا وصل لهنا فصار عندك هنا أنا صعود ب 20 نزول 20 صار عندي النتيجه بعد ما اكو صعود ونزول نتيجه شنو خط افقي. ليش شوفوا خط افقي واضح يعني زين. بالنسبه للفيز هم كذلك انه انا ذني الخط الاحمر والخط الاخضر والخط الازرق بالصفارين جمعان يصير عندي هذا الخط الاحمر فبدا عندي صعود هنا أنا صعدت وياه بدا هنا في هالنقطه عندي هذا نزول فهسه هذا دي يصعد بنفس الريت ماشي 45 لكل ديكيت وهذا هم 45 لكل ديكيت ف 45 لكل ديكيت صعود و 45 لكل ديكيت نزول فالنتيجه شنو صفر فصار افقي واضح يعني الان وصل لهنا بس هذا وقف الصعود مات بس هذا النزول بعده مستمر فلذلك انا شنو هالدور قمت انزل نزلت ب 45 لكل ديكيت اللي وصلت لهالنقطه بعد هذا ثابت وهذا ثابت هذا شنو راح يبقى عندي ثابت فالنتيجة عيني الخط الأحمر بالنسبة للماجنتيود والفيز. لحد هاي النقطة عيني أكو سؤال استفسار حبايب طلابنا حبايب أكو سؤال استفسار واضحة سهلة عيني حبايب ترى أنتوا تشوفوه حلو وسهل وكذا بس ترى ما راح تعرفون إذا ما ترسمون بيتكم عيني أنا شري من عندكم هسه اليوم حيل الله لما تخلص المحاضرة أخذ ذني الدوال خص الأمثلة ذني الأمثلة المحلولة أخذ دخل أبدي من أول مثال هذا أسهل واحد أبدي بهذا أنت حاول ترسمه عيني على كتر لا تباع المحاضرة بس أخذ هاي الدالة 10 على أس والزم ورقة وقلم وحاول ترسمه وطلع لي النتيجة النهائية شوف تقدر يوم ما تقدر شنو الأخطاء اللي عندك ارجع هالدور بعدين للمثال إذا صار عندك أخطاء شوف المثال شلون حاله واضح يعني خلصت هذا حلي هذا الثاني هالدور خلصت حل هذا الثالث حل هذا الرابع ذني الامثله يعني انا اعطيك ان شاء الله جرنتي اذا انت ضبطتهن وعرفت ترسمهن ماشي يعني بدون المحاضره يعني ورا ما تقرا المحاضره تفهمها وبعدين تقدر ترسمهن انت راح خلينا نقول بهذا الموضوع ان شاء الله خلينا نقول ضابط فهمه عمليه فهمه ان شاء الله ضابطه 100% لانه ذني الامثله هنقول يحوان اغلب الحالات اكثرهن او تقريبا كل الحالات موجوده بهاي الامثله. زين يجي ناخذ مثال اخر بدي اشوفه امامكم عيني حبايب اللي هو هذا اما مكتوب هالشكل اما مكتوب هالشكل انا ايش اريد من عندكم؟ اريدكم تكتبوا لي اياه بهالشكل عيني. اريد كل اس جواها رقم زائد واحد، كل اس جواها رقم زائد واحد على مود يطلع عندي شنو؟ الكونستانت. وبذلك هاي الداله هي عباره عن شنو؟ عن اربع قطع. واضح يعني اربع قطع، اول قطعه هي الكونستانت اللي هي بوينت واحد، هذا هي كونستانت بوينت واحد. العفو. ثاني شيء عندنا بول بالعشره، هذا هي بول بالعشره. الثالث عندنا بول بالمية، هذا بول بالمية. والرابع عندنا زيرو بالواحد، هذا الزيرو بالواحد. وبذلك انت بعد بما انه صفيت الداله هالشكل تروح ترسم لي ذني الاربع المنت وتجمعهم كل ما هناك. بتروح البوينت واحد هو كونستانت. تاخذ له لوج 20 لوج تطلع شنو؟ يطلع سالب 20 دي بي، تروح لل 20 دي بي ترسم لي هذا الخط الافقي الازرق. والفيز مالته شنو؟ بالصفر. واضح يعني؟ زين عندك بول يبدا بالعشره، تروح للعشره هنا تبدي 0 0 0 للعشره، هذا العشره بدا البول، هذا نزل شنو؟ نزل ب 20 دي بي للاسفل. تروح للفيز مالته، الفيز مالته تشوف هذا وياه قبل بديكيت وبعد بديكيت، ينزل ب 45 ومنها 45. فتبدي هنا من الواحد نزل ال 5 لل 100
نزلته ب 90 ورسمته خط افقي. تروح عندك بول بالمئة، تروح للمئة، تمشي تمشي تمشي، وصلت هاي 10 سنين 100، وترسم لي خط منقط ينزل ب 20. واضح عيني؟ طبعا هسه هنا ما ظاهر لانه الرسم النهائي صاير عليه. زين هاي وين بالمئة؟ تروح هنا للمئة، شوف دي شوفون، ترسم لي الفيز مالته قبل بديكيت راح يصير بالعشرة، ورا بديكيت يصير بالالف. ترسم لي خط منقط هنا ينزل بالعشرة 45 وينزل وين للالف؟ للالف 45. ترسم لي هم خط منقط. الدور الزيرو يبدا من الواحد، تروح هنا خط منقط هذا الواحد، 10 والصفر قيمتها واحد. تصعد لي اياش قد شنو؟ ب 20 دي بي للاعلى. زين هذا الواحد تجي لهنا قبل بديكيت اللي هو بوينت واحد، ورا بديكيت اللي هو 10، يصعد ايش قد؟ 45 45، فصار عندي صعود ايش قد؟ 90. بعدين شو تسوي؟ تجمع هنا، بس تجمع تجمع ذن الكيرفات، راح يصعد لك هذا الكيرف ال شو اسمه الوردي اللي هو امامك. واضح عيني؟ هذا وهذا هذا هم الجمعة، وصار عندك الكيرف الوردي امامك. حاولوا يعني حبايب لا ترسمون مثل هذا الخط الاسود، هذا الخط الاسود مال ماتلاب مال برنامج انا حاطه على مود يوضح الصوره. انا اريد من عندك خط النتيجه النهائيه خط سميك ثخين والاركان حاده. واضح عيني؟ الاركان اريدها حاده، اريد اعرف انت وين بديت وين وقفت. واضح عيني؟ وين بديت وين وقفت اريد اعرفك، لان هاي البدايه والبدايه والتوقف هي مهمات. واضح عيني؟ على مود اعرف انه انت بديت من يادكيد وانتهيت بيادكيد. واضح عيني؟ هاي امثله كلش واضحه ولطيفه وشامله. تجي عندنا معلومات عيني، معلومات شنو المعلومات؟ احيانا يطلب من عندك يعطيك 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 مثلا رسم اللي هو بلوت امامك مثل هذا الامامك، يقول لك يابا حدد لي اكو مصطلح يسحوا له جين مارجن وفيز مارجن. طلاب الجين مارجن والفيز مارجن هن مقياس ايش قد النظام مستقر، استقراريه النظام. بس احنا سابقا لما ناقشنا الاستقراريه قلنا يابا الجذور اذا كانت سالبه او على جهه اليسار فهي شنو؟ النظام مستقر. اذا عندنا جذر واحد موجب او على جهه اليمين فالنظام غير مستقر. واضح عيني؟ واذا كان هنقول جذور مفرده سنجل روت على الجي اوميجا اكسس فهو نظام مارجنال ستيبل، واذا كان جذور مكرره على الجي اوميجا اكسس فهو النظام غير مستقر. زين هنا بالبود بلوت طبعا بالروت لوكس هم خدنا طبعا الرسم اذا كان كله على اليسار فهو النظام مستقر، واذا كان اكو جزء على اليمين فهو النظام غير مستقر، واذا كان جزء من عده على اليمين تطلعون قيمه الكي اللي تطلع النظام ايش قد بعيد عن الاستقراريه او قريب عن الاستقراريه. هذا بالنسبه للروت لوكس. بالنسبه للبود بلوت اكو مصطلح يسموه جين مارجن وفيز مارجن. يقولون يابا هذا الجين مارجن والفيز مارجن هو مقياس لبعد النظام عن الاستقراريه. واضح يعني؟ لما اقول لك يابا انا هل قد جين مارجن، فانت تاخذ انديكيشن انه انت هل قد بعيد عن عن عدم الاستقراريه. واضح يعني؟ يعني خلينا نقول سيفتي فاكتور. شلون سيفتي فاكتور؟ طبعا اذا كان القيم موجبه الجين مارجن والفيز مارجن، اذا كان القيم موجبه شنو قصدي موجبه؟ طبعا ديروا بالكم هاي نقطه حساسه، لانه هنا الموجب له غير معنى. هسه اراويكم بهذا الشكل شنو معنى الموجب. فاذا كان قيمه الجين مارجن والفيز مارجن موجبه فالنظام هو هل قد بعيد عن عدم الاستقراريه او هل قد بي سيفتي فاكتور للاستقراريه بالنسبه للجين، وبهل قد بعيد عن عدم الاستقراريه بالنسبه للفيس. زين شلون نطلع الجين مارجن والفيس مارجن؟ راح يجيك كيرف يعني راح يجيك كيرف مثل ماجنتيود بلود وفيز بلود مثل هذا. فانت شو تسوي يعني؟ تروح تشوف الماجنتيود وين يلتقى ويا خط الافقي ابو الصفر. واضح يعني؟ هذا تشوفه تشوفه على هذا الكيرف الازرق التقى بهاي النقطه. فارسم خط منقط وهمي يقاطع لي الكيرف مات منه؟ قاطع الكيرف مات الفيز ويا السالب 180 عيني، قاطع جيب مسطره عيني، المفروض عندكم مسطره تسكيل. اجي احسب هاي ايش قد؟ تشوفون هذا عيني هاي قيمتها تقريبا طلعت هنا البرنامج طلعها 21.4، تشوفون 21.4 هذا الخط، تشوفوا هذا الخط. فالفرق عنا سالب 180، الفرق عنا سالب 180 هو 21.4. وبذلك اذا طلبت من عندك انا هذا الكيرف اقول لك يابا احسب لي الفيز مارجن، انت تسوي هاي العمليه، تروح تشوف الماجنتيود يعني هذا الماجنتيود وين يقطع بالصفر، تروح ترسم خط وهمي
وتحسب لي هاي المسافه تقول لي يابا، وتحسبها ايش قد هنا بالمسطره تقول لي يابا الفيز مارجن ايش قد 21.4. طبعا هسه انت تقول لي يابا ترى احيانا ما تطلع هيك دقيقه 21.4 يعني عادي، يعني اذا طلع لي 21 21.1 21.8 الراوند، بس مو تطلع لي خلينا نقول 18 او بعيد، او تطلع لي مثلا 26 او كذا بعيد جدا، واضح يعني؟ يعني شويه يكون دقيق. زين هذا الفيز مارجن. الجين مارجن شلون احسبه؟ يقولون يابا تروح الكيرف الفيز بيشوفوا وين يضرب ال 180، هذا السالب 180 وين يلتقي بيه؟ يلتقي بيه ترسم لي خط وهمي للاعلى، خط وهمي للاعلى، تروح تحسب لي الفرق مالت الماجنتيود ويا من ويا الصفر. بيشوفون هذا الخط الاسود الصغير، هذا لو تجي تحسبه هنا بالمسطره تقريبا يطلع 6.02. طبعا هذا المات لو طلعت شي دقه، يعني انت المفروض تطلع لي 6 او 5 او 7 شي بلس ماينس، واضح يعني؟ فعرفنا شلون نحسب الجين مارجن والفيز مارجن طلاب حبايب. نعم واضح يعني شلون نحسب الجين مارجن والفيز مارجن بقية الطلاب حبايب؟ واضح استاذ. واضح. زين عيني نجي هسه شنو نعرف انه البوزيتيف جين مارجن والنيجاتيف جين مارجن، اثنيناتهم البوزيتيف جين مارجن والفيز مارجن والنيجاتيف جين مارجن والفيز مارجن. طبعا هذا بشكل توضيحي. عيني لو كان عندك بيشوفون هنا بهذا الشكل وين التقى هذا الكيرف ماجنيتيود هنا بالصفر، واضح يعني؟ ورسمت خط وطلع عندي هذا الكيرف، هذا الكيرف مات الفيز، يشوفون الفرق بين سالب 180 وهذا تقريبا مثل هذا، هذا يصحوا له بوزيتيف فيز مارجن، يشوفون اقل من 180 اقل من سالب 180 هذا يصحوا له شنو؟ بوزيتيف فيز مارجن. زين التقاء الكيرف مات الماجنتيو الفيز مع سالب 180 وطلعت منه طلعت الجين مارجن، يشوفوه هو جوا الصفر حبايب، يشوفوه هو جوا الصفر، هنا قيمه سالبه بس هو شنو؟ هذا يعتبروه بوزيتيف. طبعا مثل هذا المثال، مثل هذا المثال اللي تشوفون هنا من صفر الى بينزل بالسالب، بس هو ايش قال لك؟ قال لك يابا موجب. هذا النظام شنو مستقر عيني حبايب؟ هذا النظام مستقر وهذا يصحوا له بوزيتيف. طبعا شوف انت تشوف زاويه الفيس كلها بالسالب، كلها سوالف، بس شنو؟ هو اذا كان اقل من سالب 80 يعتبرها موجب، يصحوا له بوزيتيف فيز مارجن. هنعطي موافقه حبايب. واضح عيني؟ هذا بالنسبه للنظام المستقر راح يطلع عندك بوزيتيف فيز مارجن وبوزيتيف جين مارجن. زين اذا كان عند النظام لا بهالشكل يشوفون عيني هذا وين يلتقي ويا الصفر هنا بهالنقطه. مشيت سقطت لقيت عين الفيز يشوفوا فوق السالب 180، فوق السالب 180 هذا يسحوا له نيجاتيف فيز مارجن. وكذلك الفيز شوفه التقى هنا بالسالب 180 سويت نقاط اصعدت لقيت هنا شنو هذا؟ لقيت هذا الجين مارجن ايش قد، بس هذا شنو؟ فوق الصفر، هنا صح له نيجاتيف جين مارجن. طبعا هنا القيمه موجبه بس هو صح له نيجاتيف. هذا بالنسبه للنظام شنو؟ انستيبل. واضح عيني معنى البوزيتيف والنيجاتيف شنو؟ يختلف ترى، مو تشوفها موجبه تقول والله هو بوزيتيف، شوف هنا قيمته موجبه في حين هو صح له نيجاتيف، هنا قيمته سالبه صح له بوزيتيف. في حين الفيز اللي هو اذا جاوز سالب 180 يصح له بوزيتيف، اذا فوق السالب 180 يصح له نيجاتيف. هذا النظام غير مستقر، هذا النظام مستقر، واضح يعني؟ يعني قد يجيك مثال بس رسم يقول لك يابا هل النظام مستقر او غير مستقر؟ فانت شو تسوي؟ راسا تجر خط وهمي منقط تروح تشوف لي هذا موجب يو سالب بوزيتيف يو نيجاتيف، وتشوف لي هذا هم بوزيتيف وتقول لي انت تستنتج، اذا لقيت النيجاتيف تقول لي انا ستيبل، إذا لقيت بوزيتيف تقول لي ستيبل. واضح يعني حبايب؟ واضح ذني شنو مفهوم البوزيتيف جين مارجن والنيجاتيف جين مارجن والنظام المستقر والنظام غير مستقر وشلون تحسبهن وهن شنو معناهن؟ واضح استاذ. واضح يعني؟ واضح. طيب زين استاذ. نعم تفضلوا استاذ. بالنسبة للكيربات هي ثابتة؟ أو شنو قصدكم ثابتة؟ يعني هو هذا شكلها ثابت لو هو حسب السؤال. حسب السؤال يعني حسب السؤال، مثلا هذا يمثل داله من الدوال، اذا يشوفون هذا مثل لهاي الداله،
هذا المثال، هاي النتيجه الخط الاحمر مثل لي هاي الداله، كل داله تختلف. شوف مثلا هاي الداله طلع رسمها هالشكل، كل صراحه يشوفون امثله هنا، يشوفون مثلا هاي هذا المثال يشوفوا رسمه يختلف، هذا رسمه هيك طلع، هذا رسمه هيك طلع، كل داله تختلف حسب البيها، كم بول، كم زيرو، قد الكونستانت، واضح يعني. بس شنو ظني عامات يعني الستيبل سيستم دائما يطلع عندك الفيز، يطلع عندكم الفيز هو جوه سالب 180 بالنسبه للنظام المستقر، وبذلك تقول عليه بوزيتيف، والجين يطلع شنو جوه الصفر اللي هو خلينا نقول سالب، هنا يطلع بوزيتيف جين. بالنسبه لاي نظام مستقر هيك راح يطلع عندكم، بس طبعا الكيرف يختلف عن الشكل عادي ماكو اشكال، بس شنو هو يطلع هذا جوه، هذا جوه الصفر وهذا شنو فوق السالب 180. وبالنسبه للنظام الغير مستقر لا يطلع بالعكس، انه هذا الفيز اكثر من سالب 180 وهذا شنو بالموجب اللي هو هنا يصح ولا نيجاتيف. طبعا الكيرف يختلف، هذا الكيرف شويه للاعلى شويه للاسفل شويه متحور، واضح يعني. انت كل ما هنالك انه تشوفون هذا الكيرف وين يلتقي بالصفر تروحون تطلعون الفيز مارجن، هذا الكيرف وين يلتقي بالسالب 180 طلعوا لي الجين مارجن، شوفوا اذا بوزيتيف تقولون ستيبل، واذا نيجاتيف تقولون ان ستيبل. واضح؟ حلو استاذ واضح. واضح. معلومه اخرى، طبعا هذا مثال اخر. طبعا هذا الى نظام غير مستقر. ليش نظام غير مستقر؟ تعالوا شوفوا هذا الماجنتيود وين يلتقي بالصفر؟ التقي هنا بالصفر. انزلت انا انزلت ولقيت عيني خليت الخط يلتقي ويا من ويا هذا الفيز. تشوفون هذا السالب 180 هاي السالب 180 وهذا ايش قد؟ جوا السالب 180. جوه السالب 180 شو يقول عليه؟ يقول عليه نيجاتيف فيز مارجن. تشوفون هذا الفيز مارجن، هذا نيجاتيف فيز مارجن. تشوفون سالب 9 نظام انستيبل، يقول لك شوفوا فيز مارجن سالب 9 انستيبل. زين شلون اطلع الجين مارجن؟ اروح اشوف الكيرف هذا مال الماجنتيود، العفو الفيز وين يلتقي بالسالب 180؟ هاي السالب 180 التقى بها هنا، اصعد اصعد طلع عندي هاي القيمه. تشوفون من الصفر الى هذا الكيرف، هذا الكيرف ايش بي؟ نيجاتيف يصحوا له، هو طبعا حتى لو قيمته موجبه بس انا نيجاتيف فسماه سالب 20 فيقول نيجاتيف جين مارجن. اذا هذا النظام غير مستقر. شنو النقطه المعلومه اللي بهذا الكيرف؟ احيانا يقول لك يابا فايند ذا جين كروس اوفر فريكوانسي. شنو الجين كروس اوفر فريكوانسي؟ هذا الماجنتيود كيرف وين يلتقي بالصفر حبايب؟ يلتقي بهاي النقطه، نزلها وتوجد هنا الفريكوانسي ايش قد. طبعا هنا هسه ما موجوده الارقام، فهذا الفريكوانسي هنا تقول لي يابا الجين كروس اوفر فريكوانسي هالقد، بس انا قد يكون 100 1000 2000 واضح يعني 500 20 30 41. فتوجد لي هذا، اذا قلت لك يابا جبت لك كير مثل هذا، واضح يعني جبت لك كير مثل هذا، قلت لك يابا ايش قد الجين كروس اوفر فريكوانسي، واضح يعني الجين كروس اوفر فريكوانسي ايش قد. فانت شو تسوي؟ تشوف الكيرف وين يلتقي بالصفر، هذا الكيرف التقى وين؟ هنا بالصفر. اسقطه وجيت لهنا لهنا، تشوفون هنا الجين كروس اوفر فريكونسي ايش قد طلع؟ يطلع هنا عيني تقريبا 0.682، واضح عيني جين كروس اوفر فريكونسي اللي هو طلع لي ايش قد تطلع الفيز، واضح عيني. زين الفيز كروس اوفر فريكونسي وين يلتقي هذا الكيرف مات الفيس بالسالب 180؟ بالسالب 180، واضح عيني؟ فيز كروس اوفر فريكونسي وين التقى هنا؟ في ملتقى بالسالب 180 اسقطها لجوا واطلع ايش قد هذا الرقم، واضح عيني؟ اطلعها. فذني معلومتي يعني اذا طلع من عندك الجين كروس اوفر فريكونسي والفيز كروس اوفر فريكونسي. عيني طلاب هاي المحاضره هي اعاده، واضح عيني؟ اعتقد هسه صارت كلهن واضحات. الامثله عدناها اكثر من مره بذيك المحاضره، موجودات بالفيديو هم مالت بذيك المحاضره موجودات. ذني اغلب المعلومات رسمناهن، بقى عندكم هذا المثالين هم بالامكان انتم ترسموهن وتكتبوهن، لانه كل الحكي عدناه يعني. هذا هم مثال اخر. طبعا الخطوات واضحه ستيب باي ستيب، انه شلون تسحبون الكونستانت وشلون ترسموا لي البول والزيروز وبعدين شلون تجمعوهن راح يطلع عندكم هذا الشكل. وبالنسبه للمثال الاخر هذا هم كذلك. امثله محلوله هواي عيني طلاب، وان شاء الله ينزل واجب
طبعا انا نزلت واجب على الروت لوكس، وان شاء الله ينزل لكم واجب اخر على البودي بلوت ماشي عيني، على البودي بلوت. واي سؤال عيني، اي استفسار هم اعطوني خبر عيني. واعتقد بعد هاي الامثله الكم هاي الامثله المحلوله ان شاء الله الموضوع واضح وسهل. مثل ما قلت لكم حبايب، يجب انه تحلون بيديكم، لان الامثله مو تقرون فهمون عيني على كتر، حل بيدك نفس المثال، اقعد حله شوف وين توقف عيني، وين توقف. واهم شيء ترسم لي الخط النهائي بزوايا حاده، يعني زوايا حاده على مود اعرف من يبدي عندك ومن ينتهي الكيرف مالتك، يعني لا ترسم لي بزوايا مائله. الاليمنت اريد هنا متوضحن على شكل خطوط بنقاط واضح يعني، على مود اشوف انه خاف لا سمح الله عندك خطا كذا وين خاطئ، وان شاء الله انه اعرف الجمع مالتك انه صحيح او كذا. اكو سؤال استفسار حبايب عن الموضوع مال البود بلوت، شلون رسم البود بلوت؟ فعني طلاب من بعد ما تعطون حضور عيني ممثل الشعبه او ممثل الشعب، طبعا العدد عندي هنا تقريبا 33، يعني المفروض 32 طالب حاضر. سجلوا حضوركم حبايب، واذا ما عندكم سؤال استفسار تفضلوا براحتكم، واي شيء بعدين هم اعطوني خبر ونتواصل ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. دكتور عزيز، خصوصا تسليم الواجب ما تاخره؟ تسليم الواجب هو الديو اليوم، اليوم يا باشر. والله دكتور كل شيء، لا كهرباء لا اي شيء، وعندنا هم تسليم واجب مال كنترول، فصار علينا كلش لود، والماده بعدنا اليوم لما اتهمناها يعني. نعم نعم نعم، ماشي ماشي عيني، يلا نسوي هاي، يتأجل تسليم الواجب عيني، ماكو اشكال، بس حاولوا عيني بهمه على مود الواجب الاخر لا يتاخر. واضح عيني؟ ان شاء الله ان شاء الله دكتور، نحاول يعني ما يتاخر، بس هو الواجب شوي، لان عندنا كوز صار عندنا هذا الاسبوع هاي، ما لنا اللحن. نعم نعم نعم، الله يساعدكم، ماشي عيني، ماكو اشكال، ماكو اشكال، اذا تاخر الواجب شوي عادي، بس حاولوا تكملوه بسرعه وتسلموه، فعادي يعني ما راح اغيره بالجوجل كلاس روم. فانت شو وقت ما يعني حاول اي طالب يكمله ويجهزه، وانا ما راح اقطع درجات على مود التاخير. واضح عيني؟ واضح استاذ، بس المده يعني زيادة وانا ورا، اللي هو اعتقد باكر انت التسليم. نعم نعم عادي عيني حبايبي، بس مثلا اكو طلاب مكمل اليوم، اكو طالب باكر راح يكمل، اكو طالب راح يكمل بعد يومين، يعني اكو طالب راح يكمل بعد ثلاثه، فانت حاول ايش قد ما تقدر بسرعه احسن. واضح عيني، ايش قد ما تكمل بسرعه احسن. واضح عيني؟ اذا ماكو عيني اي سؤال استفسار تفضلوا براحتكم حبايبي.